تعالوا مع بعض نجرب ونشوف جهد البطارية بعد ساعتين من وضعها على مود الريفرش. قلنا البطارية دي تالفة كانت 0 فولت، وبنحاول استعادتها من خلال الشاحن على مود الريفرش. الجهد جهد اعتيادي جدا، 1.37 فولت. تعالوا نجرب على اللمبة دي، نخفض الإضاءة الأول. اللمبة مضيئة، إضاءة قوية ومستمرة. تعالوا نجرب على حمل تاني، حمل بيسحب تيار عالي. المحرك ده هنجرب، لو حضراتكم شايفين شغال ومستمر. وبكده الشاحن عاد وأصلح بطارية نيكل كادميوم كانت منتهية وصفر فولت من سنين، ولكن قدرنا نستعيدها بمود الريفرش. اهلا بكم معانا النهارده. شاحن سمارت او شاحن ذكي مميز جدا، بيستخدم للشحن وانعاش واصلاح البطاريات القديمه والبطاريات المستنزفه النيكل ميتال هيدريت والليثيوم ايون دبل اي وتريبل اي. المنتج اللي معانا النهارده من شركه اكستار، شاحن L4 برو. مراجعه وتجربه وتقييم الشاحن، ولكن بعد الفاصل تابعونا. معانا شاحن مخصص للبطاريات نيكل ميتال هيدريت 1.2 فولت وليثيوم ايون 1.5 فولت، الدبل اي والتريبل اي. تعالوا نشوف مع بعض محتوى العلبه. ده شكل الشاحن، شاشة LCD بتوضح بيانات الشحن وحالة البطاريات، 4 هولدر مخصصين للدبل A والتريبل A، منفذ USB-C، كل بيانات الشاحن موضحة هنا، Input Voltage 5 فولت 2 أمبير زي الشاحن اللي معانا ده، أو ممكن نستخدم باور بانك. الاوتبوت فولتج 1.5 فولت للليثيوم ايون، 1.2 للنيكل ميتال هيدريت دبل اي وتريبل اي. معانا كابل USB-C اصلي والمانيوال اكثر من لغه. هنا معانا اللغه الانجليزيه، دي مكونات الشاحن، ودي كل البيانات اللي بتظهر على ال LCD، جهد الشاحن والامبير ونوع البطاريات ليثيوم ايون دبل اي وتريبل اي، 1.2 نيكل ميتال هيدريت برضو دبل اي وتريبل اي، كونستنت كارنت 0.5 امبير، تشارجنج كات اوف فولتج يعني توقف جهد الشحن عند 1.45 فولت بالنسبه للنيكل ميتال هيدريت. بالنسبه للليثيوم ايون الشحن مش بيرتبط بالجهد، ولكن هنا بيرتبط بالكارنت او التيار. كات اوف كارنت بالنسبة للليثيوم ايون اقل او يساوي 100 ملي امبير، ولكن بالنسبة للنيكل ميتال هيدريت توقف الشحن عند جهد معين. درجة الحرارة وبعض المعلومات عن المود، في مود تشارج والريفريش والديسشارج، دي اهم المعلومات اللي ممكن نقراها. طيب تعالوا مع بعض نجرب الشاحن. الشاحن مخصص ل4 بطاريات على وضع الصافرة، نتأكد من استقلالية كل بارتيشن عن التاني. لو الأقطاب معزولة ده بيمكنك من شحن أكتر من نوع بطارية في نفس الوقت. بالنسبة لأقطاب السالب، أقطاب السالب غير معزولة، كنا شفنا في فيديو سابق هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن، شاحن MX4 كان الأقطاب السالبة معزولة والموجبة معزولة، ولكن مش شرط، يعني ممكن هنا الأقطاب السالبة غير معزولة، ولكن اللي يهمنا الأقطاب الموجبة، وفعلا كل الأقطاب الموجبة معزولة، وبالتالي ده يضمن استقلالية في شحن البطاريات بمختلف أنواعها في نفس الوقت. يعني ممكن تشحن بطارية 1.2 نيكل ميتال هيدريت وبطارية تاني 1.5 فولت ليثيوم أيون. ممكن نوصل على باور بانك زي كده. ده وضع تشارج ديسشارج
طبعا بنضغط ضغطة مطولة ريفرش. الريفرش لاستعادة البطاريات المستنزفة والديس تشارج لتفريغ الشحنات الزائدة في أي بطارية. مود الريفرش بيعمل ببروتوكول الشحن والتفريغ، يعمل دورات شحن وتفريغ للبطارية لإنعاش البطاريات. تعالوا نشوف مع بعض بعض أنواع البطاريات. اللي متوفر عندي بطاريات دبل إيه، دي بطاريات نيكل كادميوم. جهد البطارية زي ما حضراتكم شايفين 1.2 فولت. البطارية دي جهدها 0 فولت لأنها بطارية مش مستخدمة من فترة، وهنعطي علامة إن البطارية دي بطارية غير صالحة، وهنشوف ازاي الشاحن هيتعامل مع البطارية دي، هل فعلا هنقدر نسترجعها وتعمل مثل البطارية السليمة ولا لا. معانا كمان بطارية ليثيوم ايون 3.7 فولت 800 ملي امبير، نشوف الجهد 4 فولت. طيب احنا قلنا ان الشاحن ده غير مخصص للبطاريات 3.7 فولت، هو مخصص للبطاريات 1.2 نيكل متل هيدريد و 1.5 فولت ليثيوم ايون. طيب لو وصلنا البطارية دي هنشوف في علامة ايرور على الشاحن، وبالتالي هو بيعمل حماية للبطاريات الغير مدعمة من الشاحن، اذا البطارية مش هتشحن وكذلك الشاحن مش هيتلف. طيب معانا البطاريتين، احد البطاريات زي ما قلنا مشحونة 1.2 فولت، دي مشحونة البطارية بتشحن، والبطارية التانية دي البطارية التالفة 0 فولت. البطاريتين بيشحنوا حاليا، ولكن في بطارية تالفة وبطارية سليمة. متوقعين ان البطارية السليمة هتشحن بسرعة والبطارية التالفة ربما ما تشحنش، وهنحتاج مود الريفرش. هنترك البطاريات ونشوف بعد اكمال الشحن. احنا كده جربنا الباور بانك، ممكن نشحن على شاحن 2 امبير لسرعة الشحن. هننتظر اكتمال الشحن وهنشوف حالة البطاريتين، تابعونا. بعد نصف ساعة شحن زي ما حضراتكم شايفين الشاشة بينخفض الإضاءة لتوفير الطاقة، نقدر نشغل الإضاءة العالية من هنا كده، وملاحظين البطارية السليمة دن أو اكتمل الشحن. البطارية التانية اللي قلنا مستنفذة بالكامل 0 فولت، الشحن ما اكتملش. تعالوا نشوف جهد كل بطارية. واحد وسبعة وتلاتين من مية، وده جهد اعتيادي للنوع ده من البطاريات. البطارية التانية كانت 0 فولت، الجهد 1.37، ولكن مش هتكون محتفظة بشحنة كبيرة لأنها لسه الشحن ما اكتملش. وتعالوا نجرب ونشوف مع بعض إضاءة لمبة زي دي. اللمبة أضاءت وطفت. تعالوا نشوف البطارية مكتملة الشحن. في إضاءة وإضاءة مستمرة، وده دليل إن البطارية محتفظة بالشحنة. جهد ما انخفضش كتير 1.35 فولت. طيب إذا البطارية دي هنتركها على الشاحن فترة أطول وهنشوف هل الشحن هيكتمل ولا لأ، تابعونا. بعد مرور نصف ساعة تاني من اكتمال شحن البطارية الأولى، البطارية التالفة أو البطارية اللي كانت 0 فولت لسه بتشحن. تعالوا نشوف مع بعض تيار الشحن الحالي، هل البطارية دي فعلا بتشحن ولا لأ؟ البطارية فعلا بتسحب تيار في حدود 200 ملي أمبير، ولكن البطارية
تقريبا بتفرغ اوتوماتيك. دلوقتي هنشوف حالة الريفرش، شغلنا الشاحن وهنضغط ضغطة مطولة ديس تشارج، احنا عايزين ريفرش كده. حالة الريفرش، الريفرش دي المفروض بيحصل دورات تفريغ وشحن متعددة. هنترك البطارية وهنشوف حالة الريفرش دي هتنتهي بعد مدة قد ايه. تابعونا. ملاحظ بعد ربع ساعة من عملية الريفرش انديكيشن البطارية انخفض، بعد ما كان 3 شرط عدد الشرط نزل واصبح شرطة واحدة فقط. اذا دي دورة تفريغ، وتعالوا مع بعض نتابع جهد البطارية. جهد البطارية انخفض، كان 1.35%، ولكن مش محتفظ بشحن. حاليا البطارية جهدها انخفض. اذا في بروتوكول معين بيتبعه الشاحن لعمل ريفرش واستعادة لقدرة البطارية، ولكن هو حاليا بيتغلب على الميموري او ذاكرة البطارية في الجهد المنخفض. رابط الشراء هسيبهولكم في تعليق مثبت وفي الوصف. شاحن انصح بيه لكل الناس اللي بتستخدم بطاريات النيكل كادميوم والبطاريات الليثيوم ايون دبل اي والتريبل اي. اتمنى تسيبوا لنا رايكم في الشاحن ده، وكل اللي استفاد يتعاملوا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.